كانت لا شومبر ترفد واحد 300 طن هكا شاكين. حنا الفلاح اللي ليبر الوقت اللي يبغي يخرج واش يخرج ماشي مشكل. العلاقه اللي معاه حنا الفلاح العلاقه اللي معاه سي لا بريستاسيون، حنا نكرو له هو اللي ليبر الوقت اللي يبغي يخرج وقت ما مرانا لو سامدي رانا نخدموا حنا نخدموا معاه. متوفره بكميه كبيره كاع كاين البصل. لاحظنا كما تشاهدون عملية تفريغ مادة البصل اللي كانت مخزنة على مستوى المستودعات التبريد، وهذا من أجل ضبط الأسعار وتموين السوق المحلي والجهوي بهذه المادة ومنع المضاربة في هذا المواد الاستهلاكية، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك. أسعار 35 على حسب السلعة، 36 من 3 ما يديروا 13 35 مولي.